السلام عليكم متابعين ديالنا، كيف نتوما لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. اليوم جيت باش نعمل بدايه عجن ونعاد ونطلع ماضيه. ايوا كنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو جديد ونهار جديد، وكنتمنى يا ربي تشتركوا معنا في القناه ديالنا وما تنساوش تعملوا لنا لايكات، واللي عجبكم الفيديو خلينا نحط كومنت مزيان من تحت. داك العجينه كتتغلى يلا جماعة وعجن هيدا بيدك، عجن بدها بيدك باش ما تلصقيش في ديك العجين. يلا هيدا عجن ايوا مني كيبديك بالريحانة انا دلم النوبة نهار العجن وحدة ونهار وحدة باش ما يتقاتلوش ياك باش ما يتقاتلوش من النوبة وحدة وحدة تعجن وحدة تصبن وحدة تسيح وحدة تغسل القشور ونا ولاد نعس نرتاح شي حاجة ماشي طبيعة الحن نعاد ولكن نقدر نساعدهم ماشي الحن نبغى تعجن وكدا وندير لها شي فانيو ديالها تاهي تعجن ياك ما تخافيش انا وبديك جاية هكدا هاي شتي دابا حدقة ولا بالا نخرج من بعيد من جان بعيد من كوغا نعجن حتى خمسة نسيق مهمينة مهمينة شنو بيع المقص في جدا تسخن في الدار والطبلية وشدة ديال الزيت حرة ديال الزمن ووقف وقف هيدا يوقف شو هاد الحزمة فيها شو حزمة ديال مرا مرا وقدة دابا اليوم غنوجد معاكم جني واحد الدجاج واش عندو في الفرن ولا عندو في الطاج اللي بغيتي المهم انا ما عرفتش شنو غنعمل لهم على حسب مني كيفاش كيعجبوه مني كيعجبوه في الفرن ياك بحال بحال كلشي واقيلا نقدر نعدلو في الفرن نقدر نعدلو في الفرن حسب باش حتى مني اللي ياكل وناكلو كاملين ونكون مني المستمتعين بالقرماشة المهم خليكم معنا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله يا ربي كنتمنى الفيديو يعجبكم شغل ديالو شي دويبه بزاف ملح نكب عليه من الخل صافي هدي ساليتي العجينة ديالك؟ كيفاش هديك العجينة أول مرة كتعجني كيف جات مزيانة ولا خايبة؟ مزيانة بزاف قديما تعجن حليلي ربي يطلع يعاوني في العجينة دابا شي غسلي يديك وخليها هي ترتاح ساعة جو نقطعو أنا وياك صافي؟ صافي؟ صافي غنقشر ها وندوز نعمل العطرية توابل بزار كويش بزار ندير غير نصيد ديال معلقة سكنجبير قوي وسكنجبير تا الدجاج كيبغي سكنجبير قوي باش تفتح باش تغسلي عمري مو صافي ما خصنا ما نغسلهم وين ما غتبقى كوني وسهل لا خص تغسلهم لا كنصوروهم نديرو الماء نعدلو الماء حيت الزيت كيخليش عطرية تبيض شوف يا الصبعين تبرد الغضي ديك كتفركو مزيان بعلاقة كنتو غير البساطة نقلب عليها باش مطلعش الريحة في التلاجة عندو في التلاجة ونمشي نعمر واحد الكويز ديالها تاهي يا سلام الله معايا هي
الزر مره واحده. نوريكم واحد الحاجه مهمه. عيد عيد كنصور. وتبارك الله العجينه هذه هدايا مدلوكه. شوف شوف مدلوكه يا سلام. الهدايا غادي نقطع والهدايا غتكور. يلا غنوريك غنوريك غنوريك. هيدا شدي العجينه من هنا شدي من هاي كتبقى بهيدا هي كتعاود راسها. هاهي خبيزه صغيره ولا مرغه خبيزه ديال المقلق. يلا هيدا ها 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 جماعة العجينة هيدا وي من وخصا وخصا ما تدبزوش انتي. تقرب العجينة طحين هنايا وكتقرب هاي. المهم جاوتنا خمسة خبيزات غنغطيهم بهاد الفويطة خليهم يرتاحوا واحد شوية ساعة نجي نقرصو من البداية عاوتاني نقرصهم بالمحامر يعني هي نخال. لا العشوب ديال اتاي واعر فيهم كلشي بين مرتدو فيهم الزيت. هيا هدايا فوق راه ديال السيليكون كيتحرقش. بسم الله كيفاش تفرصها شويه كنقولها لكم. شوفوا خوزي دا كيفاش جات جو والله يعطيك الصحة. حليلك فرحانة والله إلا الخوز كاملين كيكونوا فرحانين ملي كدير شي حاجة وكتصدق. الأخص ملي كيكون عملتيها أول مرة أنا بديك دايما أنا الديرة ديالنا كاملين عجنت لهم وكنت فرحان تعلمت نعجن. اللي بغى يعجن نوقف معاها حاصلة عجبني أنا درت تعلمت زعما غدا عطاني النوبة النوبة غدا شكون عيطا غدا النوبة باباك من بعد نديرو عوري حنا نعجن حنا عجننا مسمن أنا اليوم قصرت كيفاش غادي تعمل ودي تاكل السميده كامله؟ انت شنو عجب النوبه ديالها؟ شنو عجب النوبه ديالها؟ زعما زعما الرغايه صافي صافي غدا منها الرغايه غدا نشوف انت واش تعمل لنا الرغايه صافي؟ دابا دابا خدام المشاهدين ديالنا كيفاش جبنا الاحساس ديالك كنت تشوف الخبزه جات مزيونه؟ شنو الاحساس ديالك؟ يعني ما نقول الاحساس ديالك لا يوصف ياك يعني يعني انت ما تقول مثلا شنو كتقولي لي انا تتعب بنتك تعجن شوكولاته شنو اخر انا تفكر اخر سهل عليك بس سهل امي سيدنا محمد كلنا قول امين شنو كتقول بابا كنا هو هو يعني هو هو العمود ديال الدار شنو كتقول له شنو كتقول له كيجيو دائما كيكات الشوكولاته قليل يقول شنو 2031 زعما شنو غادي يقول ربي يخليك لنا بابا ربي يخليك والله يطول عمرك عمرك وهداية شو هيك ديالها تنفخت شو كيجي مفشفش من الداخل
كنعاون نوال تنفخ حتى هي مزيان. كيجي واعر. هيدي هربت الخوت. باش نجيب التليفون رايحة انا كنأدي به. شوف شوف شوف. شوف الخبز هنا ينفشفش شوف شوف شوف. زوين بزاف في دختوا. باش نشتروا داك عندك هذاك الخبز ديالك. منى كيفاش جاب الخبز هدايا؟ واعر 10 على 10. انا كنعطيها ل 100 على 100 حتى ماشي على 10. شوف شوف شوف. وشوف هذه كيفاش منية حتى ماما بحال هذا. هم بعد ما طابوا لي الجنيوحات دهنتهم بشويه ديال الزبده، وهنا ديال البطاطا سلقتها نص نص طيبه، سلطيتها نص طيبه، مدا شويه ديال الزعتر وشويه ديال الزبده من الفوق، وغنخشيها في الفران ما غنقليهاش في الزيت حيت الزيت ماشي صحيه بالاخص في الليل، و تحمر مزيان بكير من نرجع معكم ان شاء الله يا ربي. ايوا هي المعاناة دختكم نبيلة. ايوا هنو كتشوفو الدجاج مني خرجتو من الفران قلبة تحمر و تكرمل، حتى الفريت تاعي تحمرت محمرة و مكرملة. دابا غنعمل غير الحامض المصير هو المرقد. ايوا هادي هو العشية ديالنا المتواضع، كنتمنى يا ربي يعجبكم، و الى عجبكم خلو ليا واحد الكومنتار مزيون، خلو ليا واحد اللايك مزيون بحالكم، و حتى الفيديو اللي ماجي ان شاء الله ها هو العشاء كيف هجا بالصحة والراحة، و كنتمنى يا ربي يعجبكم. السلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله، كون خفف و ضرب لقلبكم. السلام عليكم، الفيديو ماجي ان شاء الله يا ربي.